أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عابد راجہ آفیشیل چینل کی طرف سے آج میں اپنے چاہنے والوں کو سورہ قدر پڑھنا سکھاؤں گا، تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر ليلة تل تا پیش لام تل ہے یہ ليلة القدر خير خا زبر یا خير دو پیش میم روم خير من الف شهر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة تنزل لام پیش لام لول تنزل الملائكة والروح حا پیش ہو ہے یہ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا.